السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده. النهارده ان شاء الله هنصور مع بعض حلقه جديده من برنامج ستوري اوف اناليسز او حكايات في التحاليل الطبيه. هنكمل مع بعض شرح السي بي سي. هنتكلم النهارده عن الخلايا الشبكيه الريتيكولوسايت. حلقه النهارده حلقه مهمه جدا، اتحضرت من اكتر من مصدر، من رودكس ومن كارد ومن اسينشال كلينيكال باثولوجي. ركز في كل كلمه هنقولها في حلقه النهارده واكتبها في كشكولك واحفظها زي اسمك. بس قبل اي حاجه، لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناه وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. بدون مقدمات طويله يلا بينا ندخل في حلقه النهارده. هات كشكولك وهات قلمك ويلا بينا ندخل في حلقه النهارده. تعال افكرك باللي فات. هو ايه اللي فات؟ احنا قلنا الجسم لما بيدخل في حاله هيبوكسيا او هيبوكسيميا ومعناها نقص الاكسجين في جسم الانسان، ايه اللي بيحصل؟ قال لك الكليه والكبد بيطلعوا لي هرمون اسمه الاريثروبيوتين. الاريثروبيوتين وظيفته تحفيز البون مارو لانتاج الاربسيز، بيجي يخبط على البون مارو يقول له لو سمحت طلع لي اربسيز. يبدا البون مارو بتاعي يطلع الاربسيز ازاي؟ قال لك الستيم سيل، بعد كده البو نورمو بلاست، وبعد كده الايرلي نورمو بلاست، الانترميديت نورمو بلاست، الليت نورموبلاست. الليت نورموبلاست هتتحول لخلايا شبكيه، والخلايا الشبكيه هتتحول لاربسيز، وشرحنا ده بالتفصيل في حلقه الاريثروسايت او الاربسيز. تمام، ركز معايا بقى. الليت نورموبلاست هتتحول لخلايا شبكيه ازاي؟ قال لك هيدخل الايرون يمسك مع مين؟ مع البروتوبورفيرين اللي موجود في الليت نورموبلاست، وتتحول بعد كده لريتيكولوسايت. تمام، طيب يبقى دي اول حاجه. لما اجي اسالك واقول لك هي ايه الخلايا الشبكيه، هتقول لي هي المرحله ما قبل الاخيره من انتاج الاربسيز. تمام، هتقول لي هي خليه غير ناضجه. تمام، جميل كده. هتقول لي هي ليت نورموبلاست مضاف اليها اير. تمام، كل ده تعريف كويس. طيب الخلايا الشبكيه دي بتتميز بايه؟ قال لك بتتميز ان فيها خيوط او بقايا من الـ RNA. وايه كمان؟ قال لك والرايبوزوم. حلو الكلام. حجمها اكبر من حجم الاربسيز 20%، ودي هتساعدني في الانتربريتيشن بعد كده. جميل؟ طيب وظيفة الخلايا الشبكية ايه؟ انا بعمل تحليل خلايا شبكية ليه؟ قال لك بص، اول حاجة لتقييم كفاءة النخاع، وهل هو بيعوض ما فقد من اربسيز ولا لا، يعني المصنع بتاعي شغال كويس ولا لا. 2 التفريق بين انواع الانيميات المختلفه. تمام، وده هنشوفه في اخر الحلقه. 3 متابعه الناس اللي بتاخد علاج الاريثروبيوتين في حاله الكرونيك رينال فيلير او الفشل الكلوي المزمن. يبقى ده تحليل مهم جدا. ازاي بشتغل الخلايا الشبكيه؟ بص يا سيدي، اول حاجه ما بشوفهاش في الليستين العاديه، يعني لما اجي اعمل بلاد فيلم عادي ما بشوفش الخلايا الشبكيه، ما بقدرش اميزها، وليها صبغه خاصه بيها اسمها الميسيلين بلو. تمام، طيب عينه الدم اللي هشتغل عليها، قال لك اديتا، عينه دم مسحوبه على اديتا. وبعد كده هتعمل ايه؟ قال لك في شويه ملاحظات لازم تعرفهم قبل ما تشتغل الخلايا الشبكيه. اول حاجه معرفة قيمة الهيموجلوبين. ليه بعرف قيمة الهيموجلوبين؟ قالك بص، لو لقيت الهيموجلوبين بتاعك من 9 وانت طالع فوق، يعني 9 10 11، هتستخدم ايكوال فوليوم، كميات متساوية من الدم ومن الصبغة. طيب لو لقيت الهيموجلوبين بتاعك من 7 ل9، قالك هتزود كمية الدم وتثبت الصبغة زي ما هنشوف بالارقام دلوقتي. طب بعد كده قال لك لو لقيت قيمة الهيموجلوبين أقل من 7، هتحط 300 مايكرون من الدم على 100 من الصبغة. جميل، يبقى أول حاجة لازم أعرف قيمة الهيموجلوبين. تاني حاجة قال لك مدة التحضين بتاعة الأنبوبة اللي أنا محضرها ما تزيدش عن 15 دقيقة في درجة حرارة 37. طب ليه ما تزيدش؟ قال لك لان لو زاد التحضين ممكن الصبغه تترسب على الاربسيز وتديني فولس انكريز للريتيكولوسايت، يعني تعمل لي فولس ريتيكولوسايتوزس. طيب حلو الكلام. ولازم العينه بتاعتي تتفحص خلال 6 ساعات.
لو زادت عن 6 ساعات يحصل عندي مشكلة في نتيجة التحليل. طيب سحبت عينة الدم وطلعت الصبغة بتاعتي وشغلت الحضان وظبطته على درجة حرارة 37، هجيب أنبوبة فاضية. لو لقيت الهيموجلوبين بتاعك من 9 وانت طالع فوق، هتاخد 100 من الدم على 100 من الصبغة، او 200 من الدم على 200 من الصبغة، المهم تشتغل ايكوال فوليوم. طيب لو لقيت الهيموجلوبين بتاعك بقى من 7 ل 9، هتاخد 200 من الدم على 100 من الصبغة. طيب لو لقيت الهيموجلوبين بتاعك 7 وانت نازل لتحت اقل من 7، قال لك هتاخد 300 من الدم على 100 من الصبغة. يبقى الصبغة ثابتة واللي بيتغير مين؟ الدم. تمام. وبعد كده تاخد التيوب اللي انت عملتها وتعمل لها انكيوبيشن في 37 لمدة ربع ساعة، وبعد كده تطلع التيوب وتفرد فيلم، وبعد ما تفرد فيلم تسيبه ينشف، وبعد كده تفحص على العدسة الزيتية. تفحص ازاي؟ هتعدي لي 1000 RBCs في الشخص الطبيعي، متوسط 5 فلد، والشخص اللي عنده انيميا من 5 ل 10 فلد، بس المهم ان انت تعدي لي 1000 RBCs، وتشوف في ال1000 RBCs دول كام خلية شبكية. لما ببص بعناية الاتنين في الميكروسكوب بلاقي في دائرة كده او دورية، دي اسمها فيلد. تمام. هعد في الفيلد ده الاربسيز والخلايا الشبكية، والكلام ده هسيبه لكم في الديسكربشن، لينك ازاي تشتغل الخلايا الشبكية جوه المعمل، شرح تفصيلي. تمام. طيب بعد كده هتاخد قيمة الخلايا الشبكية اللي انت عدتها، تمام، وبعد كده تدخلها في معادلة وتطلع النتيجة بالنسبة المئوية. المفروض ان الخلايا الشبكية انا بشوفها في الدم عندي بنسبة صغيرة جدا، من 0.5 ل 2.5. جميل. زيادة الخلايا الشبكية معناها ان انا عندي تكسير في الاربسيز والمصنع شغال زيادة عن اللزوم عشان يعوض ما فقد، زي ما هنعرف دلوقتي. حلو الكلام. انا دلوقتي جالي تحليل خلايا شبكية اشتغلته، بعد ما اشتغلته طلعت النتيجة بتاعتي 3 4، هل اطلع النتيجه كده اكتب كوركشن، اكتب ريتيكولوسايت 3% مثلا او 4%؟ قال لك لا، ركز معايا بقى، في حاجه اسمها الكوركشن ريتيكولوسايت، تصحيح الخلايا الشبكيه. يعني ايه تصحيح الخلايا الشبكيه؟ بص، احنا بنعد نسبه وتناسب، بنشوف حجم الخلايا الشبكيه وعددها في مع عدد الاربسيز، فكل ما كان عندي انيميا مودريت او سيفير انيميا ايه اللي هيحصل؟ قال لك كرات الدم الحمراء هتقل عددها، وبالتالي هعد فيلد اكتر من ال5 او ال10 اللي انا قلت عليهم عشان اوصل لايه؟ ل1000 RBCs، وبالتالي هيديني فولس انكريز للريتيكولوسايت. وعشان كده لازم اعمل تصحيح، اعمل كوركشن للخلايا الشبكيه. يبقى لو انت شغال في المعمل ولقيت نتيجة الهيماتوكريت بتاعتك 35% وأقل، ولقيت الخلايا الشبكية طالعة 2.5 وأكتر، هنا لازم تعمل كوركشن. حلو الكلام. يبقى أول حاجة عملت الخلايا الشبكية، بعد كده عملت الكوركشن اللي هو معامل التصحيح، وده هنشرحه بالتفصيل على السبورة. طيب أقف لحد كده؟ قال لك والله أنت لو وقفت لحد كده فالنتيجة اللي معاك يعني، ولكن مش دقيقة 100%. أمال تعمل إيه؟ قال لك تعمل ما يعرف باسم الريتيكولوسايت برودكشن اندكس، الار بي اي. ايه ده بقى؟ ركز معايا، هاخدك من ايدك وندخل جوه النخاع، ندخل جوه البون مارو. انا عندي حاله الهيموجلوبين بتاعها 3 او 4، فعندي سيفير انيميا والجسم محتاج اربسيز كتير جدا. تعالى بقى معايا ندخل نشوف النخاع اللي بيحصل فيه، المصنع شغال عمال على بطال عشان يعوض ما فقد من ايه؟ من اوربسيز، عمال ينتج 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 كتير جدا. طيب هي الخلايا الشبكية المفروض ايه؟ قالك المفروض بتقعد 2 يوم في البون مارو، وتطلع تقعد 1 يوم في الدم، وتتحول لخلايا شبكية، وتتحول لايه؟ لاوربسيز. يعني الخلايا الشبكية 2 يومين في البون مارو، و1 يوم فين؟ في الدم، وتتحول بعد كده الاربسيز، دي الخلايا الشبكيه العاديه الناضجه. قال لك ما هو في حاله السيفير انيميا والمصنع شغال كتير جدا، هيبقى عندي 2 نوع من الخلايا، خلايا ناضجه وخلايا اقل نضوج. تمام. مش المصنع عمال يطلع انتج انتج انتج. طيب الخلايا الناضجه، تمام، دي بتحتاج 1 يوم في الدم عشان تتحول لاربسيز. طب والاقل نضوج؟ قال لك هتحتاج اكتر من 1 يوم في الدم
عشان تتحول لخلية كرات دم حمراء. ايه ده معنى الكلام؟ ايه معنى الكلام؟ اللي انا عندي نوعين من الخلايا، يا اما ماتشور وإما ماتشور، وده اسمه شيفت ريتيكولوسايتوزيس. نقولها تاني بشويش. دلوقتي انا عندي انيميا سيفير او مودريت، اللي بيحصل المصنع بيطلع ابسيس كتيره جدا، تمام. طيب هي الابسيس عشان تتكون بتتكون ازاي؟ قال لك بص يا سيدي، انت هيحصل عندك البرونوم بلاستو اللي احنا قلناه لحد ما تيجي على الخلايا الشبكيه. الخلايا الشبكيه دي بتقعد يومين في المصنع، تمام، اللي هو في البون مارو، وتطلع تقعد يوم في الدم. طب المصنع هنا هيطلع لي خلايا شبكيه ناضجه وخلايا شبكيه اقل نضوج. قال لك الاقل نضوج دي هتحتاج وقت اكتر عشان تتحول لخلايا شبكيه ناضجه، وبعد كده ماتشور او بسيط، تمام. قال لك تمام، يبقى هنا اسمه شيفت ريتيكولوسايتوزيس، وهنا انا ما بطلعش القيمه الفعليه لايه؟ للخلايا الشبكيه الناضجه، لان انا بعد ايه؟ نوعين من الخلايا الشبكيه الناضجه. طب انا عاوز اعرف انتاج المصنع اليومي للخلايا الشبكيه الناضجه. قال لك تعمل الريتيكولوسايت برودكشن اندكس. ازاي؟ قال لك هتاخد قيمه الكوركشن ريتيكولوسايت وتقسمها على الماتيوريشن فاكتور. ايه بقى الماتيوريشن فاكتور ده كمان؟ قال لك اللي هو معامل النضج، او معامل ايه اللي هي تبقى خليه سليمه او خليه ناضجه. ايه بقى الماتيوريشن فاكتور؟ قال لك ده بنعرفه من الهيماتوكريت. ازاي؟ احنا عملنا دراسه وبصينا، قال لك لو لقيت الهيماتوكريت بتاعك من 35 وانت طالع فوق، فالخلايا الشبكيه بتحتاج يوم واحد في الدم عشان تتحول لاوبسيس. طب لو لقيت الخلايا الشبكيه عندك من 35 ل 26، فهي بتحتاج يوم ونص. ولو لقيتها من 26 ل 15، فهي بتحتاج يومين. ولو لقيتها من 15 وانت نازل لتحت، فهي بتحتاج يومين ونص عشان تتحول لماتشور اوبسيس. ومن هنا جاءت فكره الريتيكولوسايد برودكشن اندكس، وقال لك النسبه الطبيعيه بتاعتك لو لقيتها 3 فيما فوق، هنا انت عندك ريتيكولوسايتوزيس، ولو لقيتها اقل من 2 يبقى انت عندك ريتيكولوسايتوبينيا. دي حلقه النهارده باختصار، يلا نشرحها بقى بالتفصيل الممل. الريتيكولوسايت او الخلايا الشبكيه، قال لك تعرفها هي المرحله ما قبل الاخيره من انتاج الاوبسيز. هي خليه غير ناضجه بتحتوي على بقايا من الار ان اي والريبوزوم، ولا تحتوي على نواه، ما فيهاش نواه. حجمها اكبر من حجم الاوبسيز بحوالي 20%. مكان تصنيعها بتقعد يومين في البون مارو، وبعد كده بتروح تقعد يوم في البلاد وتتحول لاوبسيز. النسبة الطبيعية من نص لاتنين ونص. أهميتها تقييم كفاءة البون مارو واستجابته لتعويض ما فقد من أوبسيس. مهمة جدا في دراسة الأنيميا ومعرفة أنواعها. تستخدم في متابعة كفاءة العلاج في أنيميا الحديد والميجالوبلاستيك أنيميا. طيب تقييم العلاج بالإريسوبيوتين في مرضى الكرونيك فيلير، الكرونيك رينال فيلير، تمام، اللي هو مرضى الفشل الكلوي المزمن. ازاي بشتغل الخلايا الشبكيه؟ قال لك الستين بتاعتي اسمها ميسيلين بلو، وعينت الدم اديتها بلود. طب ليه بستخدم الميسيلين بلو؟ قال لك عشان بتصبغ الار ان اي وبيكون على شكل نقط جوه الخليه. طيب نقاط هامه قبل اجراء التحليل، واكتب الكلام ده ورايا. لو لقيت الهيموجلوبين بتاعك اكتر من 9، حط 100 من الصبغه على 100 من الدم. ولو لقيت الهيموجلوبين من 7 ل 9، حط 100 من الصبغه على 200 من الدم. ولو لقيت الهيموجلوبين بتاعك اقل من 7، حط 100 من الصبغه على 300 من الدم. وخلي بالك مده التحضير لا تزيد عن 15 دقيقه، تمام، في درجه حراره 37، لان ممكن الصبغه تترسب على الار بي سيز وتديني ارتفاع كاذب للخلايا الشبكيه. وخلي بالك يجب فحص عينه الريتيكولوسايت خلال ايه 6 ساعات، والمده ما تزيدش عن 6 ساعات. بعد كده هفرد فيلم وعد واطلع النسبه المئويه للخلايا الشبكيه. اول معادله معايا بتقول ايه؟ بتقول الريتيكولوسايت نمبر، الخلايا الشبكيه اللي انت عديتها، هتقسمها على 1000 ار بي سيز اللي انت عديت ال 1000 ار بي سيز، اللي هو ايه بقى؟ ار بي سيز نمبر. والنتيجه اللي تطلع تضربها في 100. اقول لك مثال، لو انا عديت الخلايا الشبكيه طلعت 15، يبقى النسبة المئوية بتاعتها كام؟ قال لك 15 على 1000 مضروبة في 100 تبقى 1.5.
جميل، نكمل مع بعض. طيب ازاي اطلع العد الفعلي الابسوليوت ريتيكولوسايت؟ قال لك الابسوليوت ريتيكولوسايت معناه ايه؟ قال لك هو العد الفعلي للخلايا الشبكيه في الليتر او في الليتر، تمام. طيب الابسوليوت ريتيكولوسايت الايكويشن بتاعته او المعادله بتاعته كالاتي: الخلايا الشبكيه اللي نسبتها في الميه اللي احنا عملناها في الار بي سيز في 1000 مقسومه على 100. تعال اقول لك ازاي اطلع الابسوليوت بمثال. لو انا عملت خلايا شبكيه طلعت 2% وعندي الار بي سيز بتاعتي 2,200,000، يبقى الابسوليوت ريتيكولوسايت ازاي؟ قال لك الابسوليوت ريتيكولوسايت هتبقى 2 في 2.2 من 10 في 100 على في 1000، تمام، على 100، يبقى الابسوليوت ريتيكولوسايت بتاعتي 44. جميل كده. والنسبه الطبيعيه للابسوليوت ريتيكولوسايت من 20 ل 115. الكوركشن ريتيكولوسايت تصحيح الخلايا الشبكيه: لما بتقل نسبه الهيماتوكريت عندي في حالات السيفير والمودريت انيميا، قال لك هيحصل عندي زياده كاذبه للخلايا الشبكيه لان هضطر اعد اكتر من فيلد عشان اوصل لل 1000 ار بي سيز، وبالتالي هتزيد نسبه الخلايا الشبكيه. المعادله رقم 3 في تحليل الخلايا الشبكيه، وركز معايا واكتب: الكوركشن ريتيكولوسايت بيساوي ايه؟ قال لك بيساوي الخلايا الشبكيه في الميه، تمام، النسبه اللي احنا طلعناها، مضروبه في البيشنت هيماتوكريت مقسوم على النورمال هيماتوكريت اللي هو 45. تعال اقول لك مثال: لو انت اشتغلت خلايا شبكيه طلعت اكتر من 2.5، تمام، والهيماتوكريت بتاعك اقل من 35، دايما بتعمل تصحيح لما الهيماتوكريت يكون اقل من 35 والخلايا الشبكيه اكتر من 2.5. المثال بتاعي بقى ان الهيماتوكريت 30%، الخلايا الشبكيه طلعت معايا 5، الكوركشن هيبقى كام؟ قال لك هتقسم 30 على 45 والناتج اللي يطلع تضربه في 5 هتبقى 3.33 من 100، تمام. طيب ريتيكولوسايت برودكشن اندكس الار بي اي، المعادله رقم 4 في تحليل الخلايا الشبكيه: المعادله بتقول الار بي اي بتساوي الكوركشن ريتيكولوسايت على الماتيوريشن فاكتور. الماتيوريشن فاكتور ده بجيبه منين؟ قال لك دي دراسات اتعملت واحنا واخدينها على الجاهز. لو الهيماتوكريت بتاعك من 35 ل 26، الخلايا الشبكيه محتاجه قد ايه؟ قال لك محتاجه يوم ونص عشان تتحول لار بي سيز، يبقى الماتيوريشن فاكتور بتاعك يوم ونص. طيب لو الهيماتوكريت بتاعك من 25 ل 15، قال لك الخلايا الشبكيه محتاجه يومين عشان تتحول لاريسوسايت، يبقى الماتيوريشن فاكتور بتاعك كام؟ قال لك يومين. طيب لو اقل من 15 الهيماتوكريت، قال لك محتاجه يومين ونص، يبقى الماتيوريشن فاكتور بتاعك كام؟ يومين ونص. تعال اقول لك مثال يلم الحلقه دي كلها، تمام، ونفهم التفسير بعد كده. لو انا عندي مريض الهيماتوكريت بتاعه 15%، جميل، طيب والهيموجلوبين بتاعه 7 جرام وعملت تحليل خلايا شبكيه 9، ده تفسيره ايه بالنسبه لك؟ هي النسبه الطبيعيه من نص 2.5 والخلايا الشبكيه طالعه 9، معناها ان انا عندي ريتيكولوسايتوزيس، يعني المصنع شغال زي الفل وبيطلع لي انتاج كتير جدا من الخلايا الشبكيه، يبقى انا هنا زي الفل. قال لك لا 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 لا، افهم بقى، احنا قلنا الهيماتوكريت كام؟ قال لك 15، يبقى لازم اعمل ايه؟ كوركشن. هتيجي عامل ايه؟ المعادله بتاعت الكوركشن بتقول لك ايه؟ بتقول لك الخلايا الشبكيه مضروبه في البيشنت هيماتوكريت مقسومه على النورمال هيماتوكريت، يعني هتضرب 9 في 15 على 45 يبقى الكوركتد ريتيكولوسايت 3. ايه ده؟ ده كانت 9 بقت 3، معناها ايه؟ ان استجابه البون مارو ضعيفه جدا. شفت فرقت ازاي في التشخيص؟ الاستجابه قليله جدا. طب والحل ايه؟ قال لك لسه كمل معايا. بص بقى، هتطلع لي الار بي اي، الار بي اي بتساوي الكوركشن ريتيكولوسايت على الماتيوريشن فاكتور، تمام. طب الهيماتوكريت عندي كام؟ الهيماتوكريت 15، يبقى محتاج قد ايه؟ قال لك محتاج يومين ونص، واحنا عاملين الكوركشن بتاعنا طالع 3، 3 على 2.5 هتديني 1.5، تمام. طيب ده معناه ايه؟ قال لك هو الطبيعي اعلى من 3 يبقى ريتيكولوسايتوزس، واقل من 3 يبقى واقل من 2 يبقى ريتيكولوسايتوبينيا. 1.5 قال لك هنا اصلا البون مارو مش مستجيب، هنا في مشكله في البون مارو. بعد ما كان في اول المثال البون مارو شغال زي الفل، قال لك هنا اصلا مفيش استجابه للبون مارو، استجابه ضعيفه جدا، تمام. اخر حاجه في حلقه النهارده، ازاي اشخص انواع الانيميات من الريتيكولوسايت؟ قال لك لو لقيت عندك انيميا زائد
خلايا شبكية عالية ريتيكولوسيتوسيس، ده معناه ان عندي هيموليتيك انيميا. ولو لقيت عندك انيميا زائد خلايا شبكية قليلة، ده معناه ان انا عندي ابلاستيك انيميا. دي كانت حلقة النهاردة في الريتيكولوسايت، اتمنى الحلقة تكون مفيدة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان نوصلك كل جديد. كان معك كابتن اسس، باي.